السلام عليكم. جيت هنا اليوم عشان ابغى ازور البوت حق لوكس اللي في ريد سي مول جدة. خلينا نشوف. السلام عليكم. كيف حالكم؟ ايش اخبار الصندوق؟ تعبى؟ ممتاز. طبعا اللي بيصير هنا انه الزوجات بيعبوا كروت لازواجهم وبعدين احنا بنعطيهم هديه من غير ما بيعرفوا. فدحين في شخص حنسحب دحين اسمه وانا حوديه الهديه بنفسي. ممكن بس بعد اذنك اخذ شيء من الصندوق. اسمه صندوق الحب. ممتاز. اسمه وليد عرب. تحية وليد عرب يا جماعة. ممكن تديني الهدية بعد إذنك؟ شكراً. يلا. هذه يا سيدي هدية من زوجتك. هي راحت عند البوث حق لوكس واحد من المولات وطلبت انها ترسل لك هذه الهديه لمكان عملك. اوكي. الحين الفكره في الحمله حقتنا هذه انه هي حمله اسمها قول لها احبك. احنا نبغى كل الازواج يكون عندهم قدره انهم يقولوا قدام الناس لزوجاتهم احبك. اللي باقي عليك انت اللي قاعد تتفرج علي ارفع السماعه على مرتك وقول لها احبك. ترى الموضوع مره بسيط. مع السلامه.